نعم، ما جاء في فضل سورة البقرة وهي السورة العظيمة في القرآن وهي إحدى الزهراوين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي المردة من الجن. ويتأتى ذلك بقراءتها بلا حفظ، وأولى ذلك أن يحفظها ثم يقرأها في بيته كل 3 أيام، والله أعلم.